دلوقتي بقى نكمل معادلات الاكسل. طيب عندنا اول معادله بسيطه جدا، ان انا اقوم قايل له ايه مثلا، تعال نشوف الموضوع دوت. لو قلت له هنا مثلا 2 وهنا كده 3، اقدر هنا اقول له ايه دي بتساوي ايه، ها ده زائد ده، صح؟ طب عايز اقول له المجموع دولت، اقولها له ازاي؟ اقول له بتساوي، عشان اقول له فانكشن يبقى الفانكشن دي لازم بكتبها حروف، فاقول له مثلا صم، عشان يفهم ان الكلمة صم دي عبارة عن فانكشن لازم افتح له قوس كده، فهم ان هي ايه فانكشن في الايه، في الفورمولا اللي انت بتعمل، المعادلة اللي انت بتعمل. فبيقول لك من منين لمنين، فاقول له اجمع من هنا لهنا ومقفل القوس. اه طب ايه لا دي اتكتبت ازاي، ها أه؟ الا دي اتكتبت ازاي بالشيفت الكاف، او ان انا سحبت كده يعني بتسحب كده هتتكتب لوحدها، يا اما بايه بشيفت الكاف تاني اهو 2 مثلا و4، وهنا هقول له بتساوي صم افتح القوس، وهقول له مثلا ده الى شيفت الكاف واكتب له ايه، ها أه؟ ب2، اقوم اقفل انا القوس خلاص، يبقى كده ايه 6. تمام. طيب لو انا عندي ارقام كتير كده ايه مثلا المنظر ده عايز اجمعهم، فهم قايل له بيتساوي صم، واقول له افتح قوس واقول له اجمع دولت كده اهو، نفس الحركة برضه. طيب المشكلة لو انا برضه عندي هنا برضه رقم وبكرره خلاص، يعني عندي رقم وبكرره عايز اجمع دولت، وعندي هنا برضه رقم وبكرره خلاص، عايز اجمع الاتنينات مع الخمسات، عايز اجمع ليه الاتنينات مع الخمسات. فانا لو قلت له بتساوي صم فتح قوس ورحت جاي كده كده، هو هياخد ايه معاه، التلاتات معاه. طب انا مش هينفعني الكلام ده، يبقى لازم اعمل ايه بقى، ها اقوم قايل له كده جاي كده، وبعدين اروح ده كده بيقول لي الحاجات اللي هجمعها، ده كده النمبر 1، شايف اللي هي بتبقى بولد خطها اسود تقيل، يعني انت كده في نمبر ايه، نمبر 1. فانا قلت له الحاجات اللي هتجمعها في نمبر 1 هم من ايه 1 لايه 15. طب عايز اقول له واجمع حاجه كمان، اقوم رايح هناك بالسيمي كولوم خلاص، يقول لي ايه اللي انت عايز تجمعه كمان، اقول له من هنا لهنا خلاص، واقفل الايه، ها القوس انتر، هلاقيه بقى فعلا بيجمع لي ايه ده زائد ده. طب مش مصدقك، تعالى يا سيدي نقول له بتساوي صم افتح قوس الكلام ده كده، اقفل القوس، وهنا صم تساوي صم، ما ننساش تساوي وانت بتيجي تعمل فورمولا الكلام ده كده، اقفل القوس، يبقى 75 و30 كام، 105، صح؟ يبقى كده اللي انا اقدر ان انا احدد مناطق معينة هي اللي تتجمع في وسط ايه، في وسط جدول. طب ده كده صم، نفس برضو معادلة شبيهة ليها اللي هي ايه، اللي هي average. طبعا انا ما ينفعش اقول له average، تعالى نقول له ايه 10 5 6 8 2 3 4 9 8، حاضر هنا بتقول له بتساوي average، average. واقول له من هنا برضو نفس القصة لغاية هنا خلاص، هم ايه قافل القوس، هيعمل ايه الراجل، هم جميعهم واقسمهم على عدد، جميعهم وايه، ها أه؟ واقسم على عدد. طيب انا عايز اعد دولت، عايز اعرف دولت عددهم كام، فهم قايل له معادلة بتساوي اسمها count، يعني عد الخلايا دي، عد ايه، ها أه؟ الخلايا دي، وقول لي عددهم كام، دولت عددهم كام فعلا، 15، صح؟ فاذا دلوقتي اقدر اعمل ايه، اقول له دي بتساوي صم الكلام ده، صم الكلام ده صح، على الكاونت بتاع ايه بقى، بتاع الكلام ده برضه، ماشي ليه، على زود تقوس على ليه،
طيب فاحنا المفروض نقول صم ونقفل الكوز بتاع صم اللي انا نسيت اقفله سبته مفتوح، بعدين اقول له على كاونت الايه العدد، برضه اقول له عد الكلام ده، فبرضه احصل على الايه على نفس الافرج. تمام. طيب كاونت بتعد ايه؟ بتعد الخلايا اللي فيها رقم. يعني انا هنا لو عندي خلية فيها كلام وخلية فيها كلام وقلت له بتساوي كاونت، افتح قوس من اول هنا لهنا، هيقول كام؟ 15. برضه ان هي بتعد الخلايا اللي فيها ارقام فقط، اللي فيها ايه؟ ارقام فقط. طيب لو جيت قلت له انا هنا بقى كاونت ايه، كاونت ايه، معلش لازم نقول له يساوي كاونت ايه، افتح قوس، قلت له من اول هنا لهنا، هيقول لي كام؟ 17. يبقى كاونت هي كده المعادلة، فورم فانكشن، دي فانكشن بتعد الأرقام بس، والتانية بتعد الأرقام والحروف، الخانة اللي فيها رقم أو حرف. ايه؟ بتعد الحروف والأرقام. كاونت ايه؟ تزود عليها ايه؟ يعني بدل من كلمة كاونت بس، لأ كاونت ايه. تمام؟ طيب عندنا مثلا زي إن أنت عندك هنا رقم مثلا زي الأرقام دي كده، عايز تقول له بعد إذنك بتساوي الماكس أوف، يعني اكبر حاجة من الكلام دوت، من ده او من ده او من ده، وريني اكبر رقم من اللي في الثلاث خلايا دول، هيبقى كام؟ 7. صح. طب لو قلت له وريني المينيموم بتساوي المينيموم، افتح قوس، قلت له من ده ومن ده المينيموم اوف وده، يبقى كده ايه؟ ها تجيب لي الرقم المينيمم اللي هو ايه، اللي هو 3. صح. طيب ينفع ان انا اطبق معادله جوه مينيمم او ماكس؟ طبعا ينفع. ازاي الكلام دوت؟ ينفع اقول له مثلا دي بتساوي الماكس، بتساوي الماكس اوف صم الكلام ده، خلاص صم الايه الكلام ده مع، شايف؟ يبقى انا كده قلت له ماكس مجموع الخانة دي، ماكس مجموع الخانة دي مع مجموع خلاص الخانة دي. قول لي النبي ايه، ها مين الاكبر فيهم؟ هتلاقي واحدة من دولت مجموعة 81، يعني نقول له صم، ودي مجموعها اقل من 81، ودي فعلا 45، ودي كام؟ ها 81. فهو جاب لي الماكس من المجموع ده وزائد مجموع ده ومجموع ده. تمام. طيب ايه المعادلات اللي عندنا التانية بعد كده؟ عندنا مثلا معادلة اسمها سايلينج. تعال نسيب دول كده. سايلينج دي عبارة عن ايه؟ المفروض 5.1 و مثلا 5.2، المفروض لما اجمعهم على بعض بيساوي كام؟ لما اقول له دلوقتي بيساوي ده زائد ده او صم الدولت، بتساوي كام؟ 10 و3. لو انا جيت طبقت عليه فانكشن اللي هي بتاعت سايلينج، سايلينج افتح قوس، فبقول له بعد اذنك قرب المعادله دي الى سيجنيفيكانت. يعني ايه سيجنيفيكانت؟ اللي انت عايز تقرب له ليه. هقول له قربهم لي بعد اذنك لاقرب واحد. اقرب واحد معناها ايه؟ لا يعني هقرب لاقرب واحد لفوق، يعني الكسور هيقربها لاقرب واحد ليه؟ لفوق. يبقى 11. يبقى ايه؟ ها يبقى 11. طب لو قلت له قربهم لي الاقرب نص هتبقى كام؟ 10 ونص. طب لو قلت له قربهم لي الاقرب 2، ها صح. دي امتى تنفعنا الاقرب 2؟ ان احنا مثلا في حاجات كتير جدا بنحتاجها زوجي، عدد زوجي، فتقول له لو طلع عدد فردي قربه لي الاقرب 2. صح ولا غلط؟ اقدر اقول له قربه لي الاقرب بوينت واحد، فهتدناها ايه زي ما هي. امتى تشتغل؟ لما يكون بعد التلاتة حاجة. صح. لو كان هنا مثلا في 5.15، كان شايفين كده قربها. طيب ده كده بيقرب لإيه؟ لفوق. عايز اقرب لتحت، اعملها ازاي؟ اسكت يعني، خلاص هما قالوا بيتساوي ايه؟ فلور، خلاص افتح قوس. ايه؟
بالظبط. ده خلاص زائد ده، قرب لي السيجنيفيكانت بتاعك لأقرب ايه؟ لأقرب واحد، المفروض هيطلعها كام؟ ها؟ 10، صح؟ يبقى لما عاوز اقرب بالزيادة يبقى سايلينج، وعادة دي اللي بنستخدمها، يبقى نقرب بالزيادة يبقى ايه؟ سايلينج، ولما بنقرب بالنقصان تبقى ايه؟ تبقى فلور، خلاص؟ طب ولا عايز بالزيادة ولا بالنقصان، انا عايز اعادة الرقم الصحيح وخلاص، ارمي الكسور. هما قال له بتساوي ايه؟ انت، خلاص؟ هما قال له ده ايه؟ انت الكلام دوت، فيطلع لي ايه؟ 10 صحيح، مش ده. طيب عايز اقول له لو الرقم دوت بالسالب مثلا، المنظر ده هو بيطلع لي نم كده، المفروض ان هي كسور بقى، سلام علينا. خلاص لو انا عايز اقول له دلوقتي مجموعهم اهو، دلوقتي قلت له بيساوي ده زائد ده، فمجموعهم ايه؟ السالب. عايز اقول له ناتج المجموع طلعه لي بالموجب، اقولها له ازاي؟ ها، ما يقول له تساوي الفانكشن اي بي اس، واقوم فاتح القوس الابسولوت، اهو بالك، واقفل القوس كده، يطلع لي الناتج ايه؟ ها، موجب. يعني طلعت سالب موجب، يطلع لي ايه؟ موجب، خلاص. طيب عندنا ايه تاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا في، احنا هنا خدنا خلاص مجموع معدل حساب وكلام. طيب تمام، عندنا هنا ايه بقى؟ ان انت تقدر تعمل، تقف هنا وتقوم جاي وقايل له مجموع، هو يفهم على طول ان انت عايز العمود اللي ايه؟ اللي فوق الخلية دي، تقوم قايل له انتر، يقوم جايبها لك. لو جيت هنا ورحت جاي قايل له افريج اللي هو المعدل، هتلاقيه برضو ايه؟ راح جايبها لك. لو جيت هنا وقلت له ماكس، هنا هيجيبها لك ولا هيعمل ايه بقى؟ ها، اقول لك الماكس ما بين الكلام ده هيطلع كام؟ 81، صح؟ وبرضو المينيموم هيطلع كام؟ 2، صح؟ ماشي. طيب يبقى دي كده ايه؟ طبق القيمة اللي فوق العمود ايه؟ مباشرة. طيب لو انا مثلا عايز اتحايل على على طريقة اللي هي ال F دوت زيرو، فاكرينها؟ اللي هي بتاعت زي ان انا اطبق اللي هي دي، فاكرينها ولا نسيتوها؟ بتاعت المرة اللي فاتت ايوه اللي هي فين؟ راح خاص فين؟ سويتش سوري، خاص مخصص. هما قال له ايه؟ F دوت زيرو، صح؟ هما قال له موافق، واجي هنا اختار بالخط اللي هو بتاع ايه؟ سيمبل، صح؟ راح فين الحاجة سيمبل؟ خلاص هو دلوقتي هما قايل له ايه؟ 10، هي بتتكتب ايه؟ فاي 10، صح؟ طب انا عايز احط ايه رمز باللغة بتاعتي، مش لازم بقى سيمبل وبتاع، واخد بالك ولا الكلام ده؟ عايز احط اي رمز بحيث ان الرمز دوت يشتغل معايا عادي جدا، بمعنى عايز اجمع كتابة على ارقام. طب اعملها ازاي؟ ان انا مثلا اجي هنا احط رمز اهو، حاجة احط اي رمز هنا مثلا زي الرمز ده، خلاص، وهاجي احط هنا رقم، والرقم ده خلينا نكون اكثر واقعية، نقول ان الرقم ده جاي من معادلة، مثلا لو سي ده زائد ده، ده او تعالى نقول سم عشان ننجز، سم الكلام ده، صح؟ عايز اقول له بقى المعادلة الخلية دي بتساوي مجموع الاتنين دولت، اجمع ارقام على كتابة، على كتابة حتى لو كاتب محمد، هو ايه اللي بتساوي ايه؟ كونكاتينيت، كونكاتينيت، خلاص. اقول له ده، وخد بالك اللي بتختاره الاول هو اللي هتحط الاول مع ده، خلاص، واقفل الايه؟ ها، القوس، هتلاقيه كاتب لك ايه؟ 10 فوق. طب لو جيت هنا رحت كاتب له ايه؟ كاتب له اي 1 اللي هي دي، وبعدين سيمي كولوم اللي هي دي، اكتب لي ايه؟ باي 10. طب هتقول لي طب دي عامل بيها ايه بقى؟ دي ممكن كنا نعمل فيها ايه؟ ها، لا، تعمل لها هنا الدولار ساين، صح ولا غلط؟ مش اتكلمنا على الدولار ساين؟ اتكلمناش على الدولار ساين؟ طيب ماشي، ايه الدولار ساين ديت؟
دلوقتي لو انا عندي هنا شوية ارقام هم زي بالمنظر ده، تعالى نمسح دولت كده، نمسح دولت كده، هنا مثلا 10 20 30، عايز اقول له ان الخلية دي بتساوي مجموع ده، او انا اسف، دي بتساوي ده زائد ده، فالنتيجة ايه؟ هيجمع عادي. النتيجة برضو ان انا لما اشد كده هيعمل ايه؟ هيعمل ريليتيف، يعني ايه؟ يعني ينزل سطر، عشان انا نزلت سطر المعادلة تنزل سطر، يعني القيم هنا بص ايه وبي بي واحد صح، هنا 2، هنا 3 صح، عشان انا نزلت سطر فالمعادلة بايه؟ تنزل سطر. فانا هنا دلوقتي عندي 2 و3 5 و5 و10 15 وهكذا، صح ولا غلط؟ طيب لو انا عايز اقول له بعد اذنك، ها، ما تشفتش خلية، شفت خلية واحدة والتانية لا، يعني ثبت واحدة. اقولها له ازاي؟ ان انا احط الدولار ساين قبل الخلية دي، قبل الصف وقبل العمود، احط دولار ساين، جمعها برضو عادي بس